صحيح، هناك علاقة وطيدة وعلاقة واضحة حددها الرئيس دونالد ترامب منذ البداية، عندما قال هنا السعوديون لديهم كثير من المال، عندهم جبال من المال لا يمكن انفاقها، ونحن سوف نبيعهم السلاح. واستعرض طبعا صفقات السلاح في صورة شهيرة عندما قال أكثر من 500 مليار دولار اتفقت مع محمد، مع الأمير محمد بن سلمان اللي عليها. هو كان النظرة للسعودية على أنها مصدر كبير لدعم النفوذ الأمريكي في المنطقة بالتمويل وبضخ الأموال لصنع وظائف في الولايات المتحدة وتشغيل الشركات الأمريكية. وهذه العلاقة طبعا تخدم في نهاية المطاف كما توضح على مستوى أعمال داخلية في المنطقة وعلى مشاريع سياسية ومشاريع طويلة المدى. لذلك دافع الرئيس الأمريكي، وجرد العلاقة مع جيرارد كوشنير صهر الرئيس كانت وطيدة أيضا من باب من زاوية الأعمال بشكل كبير. التواصل كان دائما، وكان يستفاد كثيرا من رعونة عفوا من قلة خبرة ولي العهد السعودي في السياسة. هو كان يفهم الأمور من زاوية مصالح، لكنه هم ينظرون إليها من باب حلب المملكة كما كشف الكثير من المعلقون والكتاب. لذلك السعودية كانت بالنسبة للإدارة الأمريكية مصدر رزق كبير جدا ومصدر تنفيذ مشاريع استراتيجية.